الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. أما بعد، تعلمون إخوتي الكرام أن الأثر الكبير جدا لثقالة الاتصالات والمعلومات ونحن في القرن 21 هو أثر أصبح يتترجم من واقعه الافتراضي إلى الواقع العملي الفيزيائي في أرض الواقع. وحيث سبقني الأخ هيثم بابكر بحديث ضاف عن تفاصيل لأهمية هذا القطاع واستخداماته المهمة جدا في تفعيل وتحريك النشاط الجهادي، ونحن الآن نتسلح بتقنيات الاتصالات ممثلة في شركات الاتصالات وتقنيات المعلومات وتقنيات الفيسبوك والتويتر إلى الآخر. كما تعلمون أن هنالك جانب آخر مهم جدا وهو يتمثل في مواقع الأخبار الإلكترونية التي الآن أصبحت الوجهة والقبلة الأساسية لكل الباحثين عن أخبار السودان ومعلومات السودان، وهي الآن فضاء يزخر بكميات كبيرة جدا من الأخبار الذكية جدا والتي يتلوها مباشرة مساحات كبيرة جدا للمعلقين من أبناء السودان في داخل السودان وخارج السودان، وهم يساهمون بمحتوى يتولد من الأخبار التي تبث عبر الإنترنت. فهذا المحتوى الذي يتولد هو ينبعث من الذين يتصلون بهذه المواقع ويزورون هذه المواقع. نحن نعلم أن هذا هو دور مهم جدا لنا كمؤسسة سودانية لتطوير تقنيات المعلومات، أن نعمل من أجل توفير أكبر كمية من المواقع التي يمكن أن تعكس الواقع على حقيقته، لا الواقع المزيف الذي يسعى كثير من المهتمين بهذا الجانب في تزييفه ومن ثم تسويقه عبر العالم لطالبي المعلومات عن السودان بصورة مخلة جدا للواقع. وبحمد الله سبحانه وتعالى الانتصارات الأخيرة أكدت للجميع صدق ما نحن نذهب إليه دائما، أن هنالك انتصار كبير جدا يصره به الجنوبيون قبل الشماليين. صره هم بأنهم انسحبوا من المعارك استجابة لطلبات المجتمع الدولي، ولكن الواقع يكذب ما يذهبون إليه دائما ويصدق كل ما نقوله نحن في مواقعنا الافتراضية. هذا الجمع الكريم كان قد خطط له، أو هذا الاحتفال كان قد خطط له أن يكون احتفال النصرة واحتفال يعني دفاع واحتفال مساندة لإخوتنا في القوات المسلحة، ولكن ما أن جاءتنا الأخبار من الميدان بأن الانتصار قد تحقق، حتى تحول هذا الاحتفال إلى احتفال فرح وإلى احتفال يعني تعبير عن ما يجيش بدواخل الناس. ولذلك فإني لا أملك في هذا المقام الكريم إلا أن أهنئ قواتنا المسلحة في كل المسارح، ونعمل جاهدين إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى مساندتهم وإلى دعمهم بكل ما نملك. ونحن في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات في لجنتنا التي هي الآن تعمل من أجل جمع التبرعات ما أمكن إلى هؤلاء الأشابس القادة الذين يديرون المعارك في شتى الميادين، أن هنالك ستات ثلاثة وأربع وخمسة، هي ثلاثة ستات للتبرع بجنيه واحد، أربع ستات للتبرع بعشر جنيهات، وخمس ستات للتبرع بخمسين جنيه. فهذه مساحة لكم جميعا أيها الإخوة لتساهموا عبرها في دعم القوات المسلحة. وفي ختام حديثي لا يسعني إلا أن أقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر فوق كل المعتدي. يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغى مصرعي، بالحق سوف أرده وبمدفعي، فإذا فنيت فسوف أفنيه معي. قولوا معي، قولوا معي، قولوا معي، الله أكبر فوق كل المعتدي.
قولوا معي الويل للمستعمر سأرده بخنجري وبمدفعي، والله أكبر فوق الغادر المتكبر، الله أكبر يا بلادي كبري، وخذي بناصية المغير ودمري، وما يقول ما يقول ما يقول الله أكبر فوق كل المعتدي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.